نفسي لكم. مرحبا بكم في قناة حنان هوم شانيل. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم طريقة ديال لي كريب مقادير اللي مبسطة وبروفيسيونيل ديال المطاعم الكبرى وسهلة وبسيطة جدا. ونقدم لكم معها صوص شوكولا او النوتيلا المنزلية اللي كتجي رائعة. اذا بغيتو تعرفوا الطريقة تبعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر. المكونات كالتالي: كنحتاجو لتر من الحليب البارد بحرارة المطبخ، كنحتاجو 300 غرام من الدقيق ما يعادل 3 كؤوس من العنبة، 3 معالق كبيرة من السكر الخشن، قليل من الملح، 5 حبات بيض بحرارة المطبخ، كيس واحد من خميرة الحلويات، وكيس من الفانيليا، وملعقة كبيرة من الزبدة المذابة. نبدأ بسم الله. أول حاجة كنهرس البيض ديالنا، نزيد السكر، قبسة من الملح، كيس الفانيليا، وكنبداو نخلطو المكونات. بعد ما خلطنا المكونات كنزيدو الحليب، من بعد كنبدا نزيد في الدقيق ديالي تدريجيا. وكنزيد الخميرة ديالنا، كنزيد الخميرة آخر حاجة كنزيد هي الزبدة المذابة اللي ذوبنا. خلطنا المكونات كلشي، كنصفيو البنات ضروري من هاد العملية ديال التصفية. هانتوما شتي ضروري نصفيو. هذا هو السر من اسرار نجاح لي كريب، ضروري تصفى. من بعد كنديروا لي فيلم اليمونتير كنديروه في الثلاجه وكنخليوه ترتاح واحد 20 دقيقه. بالنسبه لمكونات الشوكولاته الدهن ديالنا او النوتيلا بالكاوكاو، كنحتاجو 4 المعالق كبار
سكر خشن، جوج معالق كبار سكر غبرة، سكر كلاسي كنحتاجو، ربعات المعالق كبار ديال الكاوكاو مطحون بالقشور ديالو، كنحتاجو قبيسة ديال الملح، كنحتاجو معلقة كبيرة ديال حليب غبرة، معلقة كبيرة زيت الزيتون أو الزيت العادية اللي متواجد، معلقة كبيرة كاكاو مر، كاكاو غبرة مر، وكنحتاجو شوكولاتة مربعات كما كان النوع ديالها، أول حاجة كنجيبو السكر الخشن، ثاني ده كنديرها باش نصاوبو الكراميل ديالنا، كنخليه حتى كيولي كراميل ما كنحركوه ما والو، هنا الكراميل بدا كيدوب ليا، هنا من بعد ما داب لينا الكراميل كما كتشوفوا ها هو، كنجيبو كاوكاو ديالنا كنزيدو عليه، كنبداو نخلطو، كنضيفو السكر كلاصي، وكنضيفو قبيسة ديال الملح، هنا الهدف ديالنا البنات نحصلو على عجينة هنايا، يعني فاش ما تحلعوش، الرائحة ديالها راه طالعة بنينة. من بعد البنات هنايا كنجيبو الطحانة ديالنا ومولينكس، كنديرو فيها العجين ديالنا، كنزيدو زيت الزيتون على العجين، بعد ما زدنا زيت الزيتون كنجيبو الشوكولاتة ديالنا السوداء اللي ذوبنا اللي سبقت ليا ذوبتها بواحد جوج معالق ديال الحليب، كنكب على الخليط ديالي على العجينة ديالي، صافي كنزيد المكونات ديالي كلها، الكاكاو وحليب بودرة، كنزيدو معاهم نص كاس ديال الحليب فايض، نص كاس ديال الحليب فايض، وكنطحن المكونات ديالي. ها هي البنات الصلصه ديالنا جاهزه وجدات لينا، هانتوما شوفوا كيفاش كتجي ثقيله، واهم حاجه البنات باش نجح لكم هذا الصوص، فاش ديروا الكراميل فاش طيبوا الكراميل كتخلطوا معاه كاوكاو دغيا وكطحنوها طحن مزيان في مولينكس، هانتوما القوام ديالها وباقي ما دخلاش للثلاجه، راه كتولي بحال النوطيلا فاش كتدخل للثلاجه كتزيد تقال، راه كتجي رائعه، صافي هو الكريب ديالنا من بعد ما مرتاح،
كنمروا باش نبداو نطيبوا فيه. كنكونوا ديجا دايرين المقله ديالنا فوق البوطه باش تسخن. كنجيبوا شويه د الزيت شويه بابي كويزين وكندهن المقله ديالنا. واهم حاجه المقله ما تكون ما كتلصقش، تكون ديال لي كريب بحال ديال البغرير. باش كنخرجوا الخليط ديالنا ديال لي كريب من الثلاجه ضروري ما كنحركوه مزيان، عاد كنبداو نطيبوه. كنبداو ندورو في المقلة ديالنا بحال هكا باش الكريب كتجينا كلها مقادة، كتجينا غليظة من جهة ورقيقة من جهة. وكنحاولو البنات على حساب المقلة ديالنا كنهزو الكمية على حساب المقلة ديالنا، يعني ما كنهزوش كمية بزاف ونديروها في المقلة حيت تجينا الكريب غليظة. طبيعة الحال المرة الأولى غادي نخسروها، الثانية الثالثة، ولكن من بعد غادي تبدا تقاد لينا. نبداو نعرفو العبارة، تبداي تعرفي العبارة ديال المقلة ديالك واش مغرفة ولا نص مغرفة. كيما قلت لكم البنات كنصفيو من بعد ما كنخلطو الكريب ديالنا، كنهزو الخلطة ديالنا وكنصفيوها. نقدر نصفيو حتى جوج مرات باش يتحيدو لنا داك التكتلات ديال الدقيق وديال المكونات اللي خلطنا. من بعد ما كنصفيوها كنعطيوها بلاستيك غذائي وكنديروها في الثلاجه كترتاح. اهم حاجه خاصها ترتاح. هانتوما البنات الكريب ديالنا فاش كيرتاح كيصدق لينا 100%. إلا تبعتو المراحل معايا مرحلة بمرحلة كونوا على يقين راه غادي يصدق ليكم وغادي يجيكم هائل. هانتوما فاش كيبداو يطيبو لينا الجناب، كنقلبو الكحبة ديالنا نحاولو نحيدوها كلها. هي كتبدا تنفخ، والبوطه ما تكونش مجهده البنات باش نكونو كنطيبو الكريب ديالنا، تكون على عافيه مهيله. هانتوما مرة ضايع كيطيب، هي الكريب ديالنا اللولة. كنهزو سنيدة كنرشوها بحال هكا، كنبداو نطيبو. علاش كنرشو البنات سنيدة؟ باش فاش كنحطو كريب على كريب ما كتلصقش لينا. إلا لاحظتو في اللول في المقادير في المكونات راه ناقصين سنيدة.
والبنات بالنسبة اللي بغيتي دير في المكونات نصف ديال الكمية، نصف ديال الكمية ديرها، تقدر ديرها تقسم المكونات على جوج، تقدري تستعملي عن سطر ديال الحليب وتقسمي المكونات. راه دغيا كيطيب البنات، حاولوا العافية ما تكونش مجهدة حيت هو دغيا كيطيب. انا الكميه ديال الدقيق اللي درتها البنات كندير اطرو ديال الحليب، كندير فيه 300 غرام. بالنسبه للنص اطرو ديال الحليب كديروا كاس ونص ديال العنبه، ما كتفوتوهاش البنات، من الاحسن باش الكريب ديالكم كيجيكم خفيف ما كيجيكمش معجن، حيت فاش كتكثروا الطحين راه كيجيكم الكريب ديالكم معجن. هذا البنات راه تجربوه وهادي يعجبكم وتاكلوا منه حتى تشبعوا، حيت كيجي خفيف بزاف ورائع. صافي البنات كنستمروا على هاد المنوال، والبنات ديما الخليط ديالنا فيما نبغيو نهزو، فيما نبغيو نهزو مغرفة نخلطو عاد نهزو، نحركو من التحت للفوق حيت المكونات كيهبطو لينا التحت. هما لي كريب ديالنا من بعد ما وجدوا، هانتوما كيفاش كيجيو، راه كيجيو رقاق ورائعين خفاف، وبطبيعة الحال كنقدموهم بأي حاجة بغينا، سوا صوص كراميل ولا صوص شوكولاتة أو هكا بوحدهم، مكاين تا شي إشكال على حساب الذوق ديالنا حنايا، على حسب الذوق ديال كل واحد. طبيعه الحال انا قدمتها بصوص الشوكولاتة او النوتيلا المنزليه، راه كانت هائله. هانتوما البنات الصوص كيفاش كتجي، راه كتجي زوينة. وبالنسبة لهاد المقادير اللي نعطيكم كتخرج لينا 28 حتى 30 حبة على حسب المقلة ديالنا، أنا خدمت بمقلة متوسطة ما كبيرة ما صغيرة. يلا البنات بالسلامة عليكم، إلى الفيديو الجاي إن شاء الله.